البطولة بطولة زايد العربية. كل التوفيق للفريقين. الوصل خاوية تماما لا وجود للجماهير. هنا محاولة الآن كرة اللعب. كايو ناقلها باتجاه علي صالح. واحد من اللاعبين المميزين يغيب عن الوصل اليوم أيضا من دين. اللاعب كايو أيضا هو الآخر بداعي الإصابة. إذا مباراة مهمة، مباراة مرتقبة أيضا فيما بين الفريقين. بعد قليل راح ندخل إن شاء الله بيوصل. نزعل تماما لغياب النصر عن المنافسة. نزعل تماما لغياب الوحدة العين اللي هذا الموسم أيضا حتى هذه اللحظات يعني. ولكن تم أداء ممتاز. هنا ليما محاولة الآن خطيرة للإمبراطور. عادت لخميس بداياته في هذا الملعب. خميس إسماعيل يتقدم للأمام يلعب. دائما أقول وأردد بأن الفرق الكبيرة تمرض ولكن لا تموت، قد تعود. هنا محاولة الآن انطلاقة ولكن راية. سأعود وأكرر. وصل الفوز على الإمارات في 18 بينما حقق الإمارات الفوز على الوصل في 3 مواجهات والتعادل حدث فيما بينهم 6 مرات فقط. هنا حديث عن الزهري كرة تصل. نعم الحديث عن زهير بخيت. زهير بخيت الولد الشقي. كرة اللعب الآن تصل باتجاه شيخ دياباتي. الآن شيخ دياباتي محاولة الآن تصل لماركاو. يلعب كرة ماركاو التحدي. هذه محاولة الآن وليد عنبر انطلاقة أمامية. ما أدري شو اللي حصل. هل الفار يعني على اعتبار أن كانت في انتقادات كبيرة يتدخل الفار؟ لماذا لم يستدعي حكم المباراة؟ الله أعلم شو اللي حصل للفار. هل الحجز الفار في الغرفة؟ مما إن كان للشارقة أو للفجيرة. كرة تعود من جديد الآن. ماركاو يلعب كرة الآن أمامية تصل باتجاه حارس المرمى حميد عبد الله. أعتقد بأن مباراة جيدة فيما بين الفريقين. تكتيكيا جيدة حتى الآن. ناجح الإمارات حتى هذه اللحظات بإبقاء النتيجة سلبية. نعم ناجح. كانت هناك فرصة السفير التحكيم العربي والخليجي النجم الكبير نوجه له تحية والله يعطي الصحة والعافية الكابتن علي بن سيف أبو محمد. نعم اللي مثل الآن في المركز الرابع. مبدأ تحت فرصة من المونديالي ولكن سيعود ويشهر بطاقة صفراء. نعم عندما يتوقف اللعب حكم المباراة راح يشهر بطاقة صفراء على مسؤوليتي. على مسؤوليتي. تتخلص خميس يضغط صافرة وخطأ على خميس إسماعيل الآن في وسط الملعب. ماركاو يلعب كرة الآن تعود من جديد باتجاه مال الله. أحمد مال الله يرسلكم اللي حاليا مساعدا للدكتور عبد الله مسفر في نادي الإمارات. كرة تعود من جديد. محاولة الآن فينيسيوس دي ليما صافرة وخطأ الآن. كرة تعود من جديد الآن تتخلص هذه داخل منطقة الجزاء. محاولة تتخلص الآن في وسط الملعب. انطلاقة أمامية وسهلة. لا بهذه الطريقة لا تمرر. هذه تبغي لها همسة، تبغي لها لمسة، تبغي لها غمزة، ما تبغي لها لعبة بهذه الطريقة. أخطأ في التمرير ليما. فضل وأردد الكرة عندما تكون في 18 خليك مع الكرة. هنا محاولة الآن وليد عنبر يلعب كرة داخل 18 بالرأس خطرة. أيضا تم تمديد عقد لثلاث سنوات أيضا مع الوصل. هنا محاولة الآن كرة تصل لخميس يحاول يمر مقطوعة. هذه مرتدة الآن للإمارات. انطلاقة وليد عنبر الآن يتقدم للإمام وليد. ولي في أي لحظة. هنا محاولة الآن ليما تبعد هذه من السرور تتخلص الآن تصل لماركاو يلعب كرة طويلة للأمام الآن. انطلاقة أمامية الآن ومحاولة لصابر خليفة الآن اللاعب التونسي. العزوف للجماهير وعدم الحضور للمدرجات. يبقى جمهور الشارقة هو الوحيد الحاضر. يعني هنا سؤال وناصر محمود وسجل الإمارات حسام لطفي. اللعب عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص من الشيخ دياباتي. ما شاء الله أطول اللاعبين في أرضية الملعب. هنا انطلاقة الآن تتخلص هذه تصل أمامية وتبعد أيضا من العزيزي إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللعب طويلة للأمام ملعوبة على طول.
خلص العزيزي. ذكر طبعا اليوم جولة رقم 17 وراح يتوقف الدوري إلى يوم 30 من هذا الشهر. راح نذكر لكم المباريات. خميس إسماعيل، خميس ناقلها على طول لسالم العزيزي. سالم يرسل كرة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس الآن وصله ويا كرة تعود لها من جديد. تصل الآن في الجهة اليسرى، محاولة الآن لمصلحة الإمارات، محاولة الآن انطلاقة للأمام عن طريق ليما. ليما 8 أهداف في دوري الخليج العربي، لكن يبقى كايو وهو هداف نادي الوصل بتسعة أهداف. ممتاز، ظهير ممتاز للأمانة، ظهير رائع. من محاولة الآن ماركاو، ما بين في هذه المباراة ماركاو. وليد عنبر راح يشوفها بشكل أوضح على البييرو مسلم، إذا ربما يكون موجود. إذا الكابتن مسلم أحمد راح يشوفها على البييرو بشكل أفضل. كرة تعود من جديد، تتخلص هذه، تصل من جديد في وسط الملعب، محاولة مستمرة الآن. هنا محاولة الآن، تتخلص هذه من سعد سرور، مر، محاولة مستمرة الآن، تصل باتجاه دومبينغ، تسديدة من دومبينغ، تعود الآن من جديد الإمارات بعشرة لاعبين. فارس يخلص الآن، انطلاقة للأمام وكرة عرضية ولكنها تبعد. ماركاو يبعد الكرة الماضية، يثار الآن في هذه اللحظات بالرأس، هذه تعود من جديد. ما هي الأحاديث، كل هذه الأمور ستشاهدونها هناك إن شاء الله في جيم أوفر. أيضا جيم أوفر على اعتبار أن لدينا أحاديث أيضا من قبل مراسلينا في أرضية الملعب مع الجماهير، وأيضا تغيير آخر لنجم اختفى ولا أدري لماذا، أو أخفاه المدرب ولا أدري لماذا. نعم سعيد يغادر وليد عنبر ودخول سعيد سالم، تغييراتك جت متأخرة. كرة الآن تصل إلى في رمي التماس لمصلحة فريق الإمارات، كرة تعود من جديد. وسام لطفي يلعب كرة، شاهد يا باتي خطر، جول جول، هدف. محاولة الآن أمامية، يوسف هل يعود الإمارات؟ كل شيء جائز. هل تراخى الوصل؟ هل استعجل ريجيكامب بتغييراته؟ هل اطمأن ريجيكامب على المباراة؟ قادر إذا يطرد من أرضية الملعب. هدفين لهدف. نلعب الآن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضايع. يسجل، والله لو سجل الإمارات وخطف نقطة سيكون بمثابة فوز. نبي عشرة لاعبين. هذا هو جلاء في حال الطرد طبعا للاعب ولمدرب. هنا محاولة الآن دومبينغ بالخطأ، هذه تعود الإمارات، انطلاقة الآن، انطلاقة أمامية، شيخ دياباتي، شيخ دياباتي حاول يمر، خطرة دياباتي. هي ثواني الآن على نهاية المباراة. هل انتهت مباراة الشارجة؟ حتى الآن إذا هناك وهنا وكرة تعود.